احمد بصول ابو الاسد المرشح لرئاسة مجلس الريني لهذا العام، وش يحكي لنا لماذا اتخذت هذا القرار واعلنت ترشيحك لهذا المنصب؟ شكرا. لأن أحمد بصول أبو الأسد هو من يتواجد في كل مكان وبأي زمان لخدمة القرية، لأن أحمد أبو الأسد دخل المجلس المحلي من بوابة العمل والمثابرة وليس من باب المناصب والزعامات، وأنا أتطلع إلى الريني ما بعد الانتخابات. والسؤال المركزي الذي يدور في أذهاننا اليوم هو أي بلد نريد؟ الوضع في الريني اليوم هو وضع صعب للغاية، والجميع يشعر بذلك، والخروج من هذا الوضع لن يكون بالأمر السهل، هذا يتطلب تعاون الجميع. لذلك احنا قلنا من البداية إننا نحمل رسالة واضحة لأهلنا بالريني، وهي رئيس جديد يعني نهج جديد ومستقبل أفضل. هذه هي نقطة الانطلاق عندنا، وأيضا لدينا رغبة حقيقية في إشراك أوسع قطاعات لديها الاستعداد للتعاون وللمشاركة ولتحمل المسؤولية. أيضا خطابنا موجه إلى بلد بأكمله، إلى كل العائلات والطوائف والأحياء. خطابنا واحد وهو كيف نطور الريني. لدينا برنامج يسمح للريني بأن تستعيد عافيتها وحيويتها من خلال تنفيذ مشاريع تطوير. الريني وأهل الريني بحاجة إليها وفي مختلف المجالات مثل التعليم والثقافة، الرياضة والشباب والرفاه، تقوية اقتصاد البلد، والنظافة والبيئة والبنية التحتية، وهنالك أيضا أعمال البستنة والتجميل. أحمد بصول، هل أنت على استعداد لإجراء تحالف مع أي مرشح آخر؟ نحن على استعداد بأن نتحالف مع أي قائمة لديها برنامج انتخابي قريب لبرنامج قائمة التقدم والمساواة، لأن قائمتنا تخوض الانتخابات من منطلق مصلحة القرية، وكل شيء يصب في مصلحة قريتنا احنا على استعداد للتفكير فيه ودراسته ولتنفيذه ايضا. بعدين انا احترم كل المرشحين والقوائم واتمنى النجاح للجميع، وكما قلت في بداية حديثي لدينا رغبة حقيقية في اشراك اوسع قطاعات لديها الاستعداد للتعاون وللمشاركة ولتحمل المسؤولية. أحمد بصول، ماذا تقول للمرشحين الآخرين عن المعركة الانتخابية؟ أولاً أنا أكن كل الاحترام لجميع المرشحين وكل أمل أن نعمل سوياً لمصلحة القرية، ولكن أحمد بصول جاء من داخل المجلس المحلي، وفي الخمس سنوات الأخيرة اكتسبت الكثير من الخبرات، ولدي عدة مشاريع قمت بطرحها والانطلاق بها خلال عملي كنائب للرئيس، وبإذن الله سأقوم بتنفيذها وإكمالها في حال وصولي للرئاسة. مع احترامي لزملاء المرشحين، أتنافس لهذا المنصب من داخل مؤسسة حرصت في الخمس سنوات على تطويرها وعلى النهوض في القرية إلى المسار الصحيح بقدر المستطاع طبعاً. وبإذن الله عند حصولي على الرئاسة سأقوم بتنفيذها، خاصة أن الرئيس لديه صلاحيات أكثر من نائب الرئيس، الأمر الذي منعني خلال عملي كنائب باتخاذ عدة قرارات تصب في مصلحة قريتنا، وأعد الجميع أنني سأقوم بها في حال وصولي لرئاسة المجلس المحلي، لأنني أنوي الدخول للمجلس كخادم لقريتي وليس كرئيس. أحمد بصول، إيش هي مشاريعك في حال وصولك للمجلس المحلي؟ نحن نحرص على تحسين أداء المجلس وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، فلا يجوز ونحن في القرن 21 أن نكتفي فقط في تقديم الخدمات اليومية العادية. مع أهمية كل ذلك، فبلد مثل ريني يجب أن يضمن لنفسه كل مقومات التقدم والتطور
والخدمات العصرية الحديثة اليومية للمواطن، بمعنى أن رئيس المجلس يجب أن يفكر بالخدمات اليومية وأن يضمن تحسينها وتطويرها لتحظى برضا المواطن، وبالمقابل أن يضع البرامج والطروحات المرحلية وكذلك بعيدة المدى لتطوير الريني. وأكرر، مهمة رئيس المجلس الناجح هو أن يبني تصور للريني لخمس سنوات وحتى لعشر سنوات وعشرين سنة، هكذا تعمل المجالس المحلية المهنية، تجري الأبحاث وتجري مسحا شاملا لاحتياجات البلد وفي كافة المجالات، وتضع البرامج والمشاريع ضمن رؤية شمولية متكاملة للبلد. في نهاية اللقاء بتحب توجه كلمة لحدا أو كلمة أخيرة تحكيها لأهل البلد؟ أتمنى أن يكون يوم الانتخابات وهو يوم 22/10 عرس انتخابي ديمقراطي لجميع أهالي هذا البلد الطيب، لأن قريتنا الريني عزيزة علينا جدا، ومن هذا المنطلق أتوجه لجميع أهالي بلدتنا الكرام بأن يتعاملوا مع هذا اليوم بقمة المحبة والأخوة والتسامح، لأنه الانتخابات يوم وإحنا بالريني دوم. أتمنى النجاح للجميع وشكرا لكم. شكرا بالنجاح.